انت رايح لها؟ البنت اللي جات لك الجامعه قبل كده دي اسمها ايه؟ نادين؟ وانت عرفتي اسمها منين بقى؟ تعرفيها من قبل كده؟ انت شاكك فيا؟ ردي على قد السؤال. ماشي، انا عارفه ان انت متضايق دلوقتي فمش هلومك، بس لا يا مروان، ما اعرفهاش من قبل كده، النهارده اول مره اقابلها. هي كلمتني وقالت لي ان هي عايزه تشوفني وتتكلم معايا. قابلتيها؟ اه، انا بصراحه كنت هموت واعرف هي عايزه مني ايه.